مرحبا، السلام عليكم. معكم خالد عبد الله، معروف باسم البار، رانكي ريدينت، وانا لاعب لفريق نصر. للي ما بيعرفنا، احنا فزنا بفيرست سترايك اريبيا بلاد الشام ومصر، ودوري بالفريق هو دولست وانتري فراجر. واليوم بفالورنت ماستر كلاس بدي احكي لكم عن الكروسر بليسمنت وكيف بتدرب الكروسر. اول اشي بدي احكي لكم كيف ممكن تلاقوا البيرفكت كروسر لكم. هلا انا بالنسبه لي راح احكي عن حالي اول شيء، وبحكي لكم انتم كيف ايش بتحبوا او كيف ممكن ايش انت بتحب. هلا انا دائما مشكلتي كانت الهيد شوت، انا كثير بحب اجيب هيد شوت. فالكروسر المناسب لي ما بحبه انه ما يكون الجاب تاعه ما يكون كثير صغير زي هيك، ولا بحبه يكون كثير كبير. انا بالنسبه لي هذا البيرفكت كروسر اذا بدي اعمل سبراي او تاب. فأنا بالنسبة إلي جاب صغير مع سايز شوي كبير بيساعدني بالسبري وبالتابينج أو بالبرست فاير. فأنتوا إذا بدكم تلاقوا الكروسر، أنت حسب إيش لعبك أو طريقة لعبك. هلا إذا طريقة لعبك سبري مثلا بتطخ ورا بعض، أنا بنصح بالنسبة إلي تحط اللي هم بيكونوا الجاب صغير. إذا تعب بتحب التابينج أو إشي زي هيك، أنا بالنسبة إلي كبر شوي، ممكن تعمل وسع على الراس، ممكن تشوف راسه احسن من هذا الحكي. فانت ضلك دور، جرب العب بالكروسر تاعك لحد ما تلاقي الكروسر اللي بيناسبك ويفيدك طريقه لعبك، وما يكون ما بيضايق العيون. في كثير ناس بتحط كروسر ممكن ما يكون شايفه منيح او مش مرتاح عليه زياده زي ما هو مفكر. وانا نصيحتي برضه لما وانت بتدور على الكروسر اللي بدك اياه، ما تغيره من اول جيم او جيمتين، جربه لمده. انت لما تحط كروسير بدك تجربه، تلعب فيه براكتس، تلعب فيه دث ماتش، تلعب فيه كل شيء، تجرب كل انواع الجيمات لحد ما تلاقي الاشي اللي بفيدك كثير او انت كثير مرتاح عليه وحاسه هو هذا اللي بزبط عليه كل اشي. انا هلا بدي احكي عن كروسير بليسمنت وايش معناه وكيف نعمله بالطريقه الصحيحه. الكروسر بليسمنت هو انك تحط الكروسر تاعتك بالطريقة الصح لتقتل واحد الانمي باسرع وقت. فانت كيف ممكن تعمل هذا الحكي؟ هذا الحكي انا بالنسبة لي باخد كيوز من او اشياء بتساعدني من الماب، اني اعرف وين مثلا الراس. لنحكي دائما البوكس مثلا، لنحكي هاي البوكس بطول الجسم الايجنتس اللي بيفالورن. فانا ممكن اعمل زي هيك، اوليتها بحاول احسب من هون لهون تقريبا خط مستقيم، تطلع يكون الكروسر على الراس. تمام. هلا انا بالعاده بنصح دائما، مثلا انت عارف انه مثلا واحد هون لنحكي، تمام، ايش بتسوي اول اشي عشان ما تعمل فليك، عشان شايف ما تطلع زي هيك، بياخدك وقت اول اشي. تاني اشي ممكن تعمل مس او فيل. ثالث اشي بتصعب حالك الموضوع. فانا بنصح مرات، مش بكل سيتويشن، بحكي لكم عن السيتويشنز اللي ممكن تصير هلا. المهم بهذا السيتويشن اللي نحكي، انت عارف انه مثلا هون في واحد قاعد عامل لك ايم لهون، فانت ايش بتسوي؟ مثلا انت هاي اوريدي ماخذ هون، انت ماخذ الليفل، حط الايم على الحيطه وين ما انت تتوقع لما تكبس ايه، مو ضروري تحرك الماوس يمين او شمال. فبصفي انت الموضوع لك كثير اسهل انك تقتل اللي قدامك بدون فليكس وبدون تعب للايد وبدون ما تعمل مس او فيل. فأعطيكم مثال، مثلا أنا جاي بلوبي من تي سبون، تمام، بلش الراوند، أنا عارف إنه ممكن واحد يكون عند لي هون، باجي زي هيك على الحيطة، باجي على السريع. فهمتوا شو قصدي؟ على السريع بيموت، مو ضروري إنه يكون في تعب أو هذا الحكي. فبدك تكمل، بتشيك لهون ما في حدا، بتخلي الكروسر بليسمنت لا تلعب فوق تحت، اللي زي ما هو. هاي مثلا ممكن يكون في واحد هون، شيك الإيم على الراس، تمام. هاي دخلت بي، انا بحكي لك هدول الاشياء اللي ممكن وير تو تشيك وانت داخل على البي سايت. مثلا تدخل عهاد عهاد مثلا، هلا ايش ممكن المكان تاني اللي هو هون، بعد ما تخلص من هون مثلا ترفع الكروسر تاعك على الماركت عشان ايش؟ تقتل اسرع وقت برضه. تيجي زي هيك، هاي يعني انت هون بصفي عندك ادفانتج بكل بوزيشن انت ممكن تلعب فيه، وكل بوزيشن ممكن اي حدا يكون فيه، بيكون انت عندك ادفانتج انه انت الكروسر بليسمنت تاعك صح. اذا 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 احترفت الموضوع بصفي الموضوع لك بيج ادفانتج بالجيم. تمام. نكمل دخلت البي، انت خلصت من الماركت، بدك تشيك هون، بعديها بدك تشيك سيتي. اذا واحد هون
بدك تكون مثلا مقيم ماخذ هاي الكيو وين، هاي الكيو تاعي انا هون، هذا الخط الرمادي تقريبا بمشي معه تمام. يعني كله بدك تخلي الكروسر بليسمنت انا اللي بحبه على الهيد شوتس دائما. نكمل دخلتنا على البي، بدك تشيك ستيرز ما فيش حدا، بدك تكمل تكمل مثلا بوت تدخل بتكمل. دائما حاول خلي الكروسر بليسمنت تاعك او لما تلعب ديث ماتش او لما اشي اتدرب على هذا الموضوع. اعطيكم مثال على الكروسر بليسمنت، ممكن اشياء تحفظوها من الماب انه يساعدك تضرب الهيد شوت. مثلا لنفترض احنا تي سايد تمام، بالعادة نيجي من اي مدل، ممكن في كثير ناس بتخبوا بالزاوية هاي صحيح، هاي اللي هي هاي، كيف ممكن تجيب من اول بولت او طلقة انه تيجي هيد شوت؟ دائما هذا الدرج ارفع شوي زيادة لفوق بالضبط بيكون على الهيد شوت. هذا يعني انت عم باخذ اشياء من الماب تورجيني وين الهيد شوت تمام. شايفين كيف؟ لنعكس الموضوع، انت سيتي سايد بدك تشيل اللي بالتوب ميدل، كيف ممكن تعرف وين الهيد شوت تاعه اللي هناك اللي واقف هون؟ تيجي لهون ممكن تاخذ الكيو هاد من البوكسه اللي هي هذا الارتفاع، ممكن تقدر تنزل شوي، شايفين وين هاي الدائره المربع، وبتقيم معها تقريبا تقريبا نفس الطول. هي مع التدريب ومع الممارسه طويله لا اراديا انت بتصير حافظ هاي الاشياء بدون ما تتدرب كثير. بدي اورجيكم هلا دخلت ايه، مثلا ايش الانجلز ممكن تشيكها، وكيف الكروسر بليسمنت الصح اللي ممكن تحطه. بالعاده الناس بتيجي على اليمين تقدر تاخذ هذا الخط الغامق وتاخده معه بالطريق، ولما تيجي تقيم بتقيم لهون هاي الخط هذا، وهون الراس بيكون بالعاده. هلا على دخلت ايه تقدر الانجلز تشيكها اللي هون وانت داخل، دائما هاي الخط على البليسمنت او مع البوكسه لتحتها شوي صغيره بيكون الكروسر بالضبط على الراس تمام. بدك ترفع شوي دائما. هلا هون في عندك نزله وطلعه، النزله والطلعه دائما ايش، اذا اذا مثلا انت ماخذ هون كروسر بليسمنت على الراس، هلا هون طلعه راح يكون اعلى من العادي، فانت ايش لازم تسوي؟ ترفع الكروسر بمستوى اللي بتتخيله انه ممكن يكون فوق. هلا في كيوز اكيد، بس مثلا هي هذا الخط بدك ترفع فوقيه لهون تقريبا مع البوكسي هاي. البوكسات دائما خذ البوكسات اللي في الماب ككيو انك تستخدمهم تعرف وين الراس او وين تحط الكروسر تاعك بالضبط تمام. مثلا احنا بدنا ناخذ بدنا نعمل ايم على السايد، في مثلا واحد هيفن، كيف ممكن بدك تقيم على الهيفن؟ كيف بدك تعرف؟ انا بالعاده باخذ هاي بالنص تقريبا هون تمام، هاي بدي اكشف الناس اللي بتكون بالعاده واقفه هون زي هيك، شايفين كيف؟ تقريبا بالنص فوق الخط الابيض هذا من هاي لهاي، هذا بسهل كل. هلا هون هاي نزله، فايش بدك زي ما هذيك كانت طلعه بدك ترفع الايم، هاي نزله بدك تنزل الايم، فبتدخل لهون مثلا تقدر تقيم لتحت شوي هلا بدي اورجيكم كيف بدرب الايم والكروسر بليسمنت تاعي باوبن رينج، وراح اورجيكم اشياء اكثر بعديها. المهم بستخدم هلا انا براكتس رينج، كيف بدخل بحط اليمينيت 50 بعمل براكتس مبدئيا، خلينا نبلش ببراكتس او قبل الاليمينيت 50، بصير احرك بين البوكس لحد ما احس حالي ممكن العب اشي اصعب. بعديها بعد ما نخلص بحط الاليمينيت 50 بتكبس اف 3 بالاوبن رينج، مثلا اليمينيت 50 بتحب تحطها 100 اللي بريحك، بتعمل ستارت. هلا هدول كل مره بيطلعوا لك بجهه، فانت بدك تطخهم مثلا 50 واحد بدك تطخه باقل وقت ممكن، مثلا خلينا نعمل لنا 10 اي واحد، شايف؟ بدك تحاول تعمل الفليك وكروسر بليسمنت انه على الراس، هذا الاشي بيساعد كثير على الكروسر بليسمنت تاعك وكيف تدربه تمام. ممكن انا هاي بعملها بالعاده، ممكن تعملوها مرتين ثلاث باليوم الصبح زي ما بتحبوا قبل ما تلعبوا وتبلشوا الجيمات، ممكن تعملوا هذا الاشي بيساعدكم كثير. دائما خلوا عندكم روتين بالصبح اي وقت بدكم اياه قبل ما تلعبوا، انا بفضل قبل اللعب عشان تدخل على الجيم جاهز وحميان على الجيم. ممكن تعمل مثلا
2 اور 3 جيمز ديث ماتش، بعدها تعمل تلعب البلاي ليستاتك اللي هي كوفاكس او ايم لاب لمد، يعني الوقت ممكن ياخذ من نص ساعه لساعه حسب قد ايه طول الليستاتك، من بعديها بتقدر تلعب الجيم. مع الوقت مع زي ما حكيت من اسبوع لشهر من هذا الوقت بتصير تحسوا فرق كثير كبير. نصيحة مني للجميع، دائما خلوا عندكم روتين للايم والكروسر بليسمنت، لانه بيعطي ادفانتج عالي جدا عن اللي ضدك، الناس اللي ما بتدربوا، واذا كانوا بتدربوا برضو راح يصير عندك انك تقدر تقاوم الناس اللي كثير لعيبة والهاي ليفلز. هاي نصيحة مني لكم. اخر اشي بدي احكي، بشكر فالورنت ماستر كلاس على الانفايت، وان شاء الله تعلمتوا واستفدتوا من الاشياء اللي حكيتها، وان شاء الله بتشوفوني بفيديوز عما قريب وعلمكم اشياء اكتر. واذا في حد بده يتعلم اكتر تقدروا تيجوا عندي على الستريم twitch.tv/alvar او تابعوني على تويتر اللي هو alvarvalo. وشكرا لكم.